منذ أسبوع يتوافد السائحون على منتجعات مدينة ساخو في إقليم كردستان بواقع عشرات الآلاف من السائحين العراقيين بعد استحداثات من إدارة ساخو المستقلة لها بفتحها ثلاثة منتجعات جديدة سياحية دام إغلاقها لفترة. أجواء تختلف يعني شيء طبيعي عن أجواء الوسط والجنوب، أجواء كلش حلوة يعني شبيهة بأوروبا، خلينا نسولف إجازة كلش حلوة ولطيفة، وأنصح يعني الجميع أنه يجي هنا يأخذ المصيف والإجازة مالته الويكند. نحن من محافظة نجف الأشراف نحب نشكر الإقليم وهاي الأجواء اللطيفة والشعب الراقي والمثقف وخاصة أهل ذهوك وأهل زاخ إن شاء الله. والله صراحة إحنا نريد يعني نشرد من الضوضاء والهوسة اللي نعانيها ببغداد والمحافظات الجنوبية، فنجي لهنا شوية هم متنفس وهم مناظر طبيعية وهم جو نقي وشوية نريد نشم أكسجين. والله كلش ممتازة ومحافظة خوش محافظ يعني، وتصميم بيها كلش حلو، تصميم على الحدائق على المنتزات على كلها يعني، على أجواء الهمات يعني الأجواء الحدائق كلها خوش تصميم، عاشت إيده يعني كلهم إيد واحدة. وملتزمين بنظامهم واما كل شيء حتى بدورياتهم بمرورهم كل شيء التزام به، عاشت ايديهم كلش حلو. اذ تقوم شركات سياحيه بعد التنسيق مع جهات معنيه في اقليم كردستان بتنظيم رحلات لهؤلاء السائحين وتسهيل وصولهم إلى منتجعات سياحية في مدينة ساخو وصولا إلى أكبر عدد ممكن في رحلاتها السياحية المستمرة لتصبح ساخو قبلة للسائحين من كافة المحافظات العراقية. والله حسب ما شفنا أعداد السائحين كان كلش يعني أعداد كثيرة، وساعدونا بالسيطرات كلها يعني بالدخول مال الإقامة أو غير الإقامة، بالسيطرات كلهم كانت كلش سهلة. صح هم دققوا بالأسماء بس يعني ما أخروا أي باص، كل هالباصات دخلوها بشكل سريع، وكانت أعداد طب مثلا مدينة العاب دريم سيتي أو حديقة حيوانات زو أو مثل ما جينا صح نطلع على ساخو، يعني كل شيء حلو مرتب ونظام كلش حلو عندكم هنا بدهوك. بس اللي باصات جت يعني اللي شفتهم أنا وياي بالإقامة تقريبا 60 باص من غير الباصات اللي دخلت قبلنا، يعني تقريبا بال 165 باص أو أكثر. شفنا الجمال بيها، جمال الطبيعة أحلى شيء بيها، وهذا اللي حلو. احنا دائما نجي للطبيعة لان الطبيعة اكثر شيء يعبر عن الجمال. لا كلش حلو، عاشت ايديهم، بلد نظيف، بلد حلو، امين. للامان نجي اكثر شيء لدهوك. وبحسب مديرية السياحة في إدارة ساخو المستقلة فقد تم تسجيل دخول نحو 5000 سائح يوميا كلهم يقصدون منتجعات في المدينة لتستعد لتدفقات جديدة أخرى عبر فتحها منتجع شرانش وكهف بهير وسوريا. لقناة زاكروس الفضائية نجلة السندي ساخو.